نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ مؤتمرا بقصر الثقافة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. وخلال المؤتمر تم التأكيد على أن المرأة في الحزب وفي محافظة كفر الشيخ تحديدا كما في باقي المحافظات ستثبت للعالم كل قوتها وأصالتها، في نفس الوقت لرد الجميل للرئيس السيسي الذي قدم الكثير للمرأة المصرية. الحقيقة عندهم حماس شديد جدا للاصطفاف لحمة واحدة خلف مرشحهم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسباب كتيرة جدا. تجمعنا النهاردة مشهد الجميل اللي كان موجود دهوت كان بيعبر عن صورة بنرسلها للعالم أجمع ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأخص، بنقول له إحنا وراك، إحنا في ظهرك، إحنا معاك هنعدي الصعب. المؤتمر صراحة من أجمل المؤتمرات اللي أنا حضرتها، كان في عدد كبير جدا من السيدات، اتكلمنا جميعا في الإنجازات اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية تبنتها في الفترة اللي فاتت بخصوص المرأة، وكان أهمها على الإطلاق تمكين المرأة.